محلولة رح نعرض لكم حكايات. برنامج الصفحة الدودة هتلاقي في تشجيعات. مواهبنا كتير مش محدودة رح نعرض لكم حكايات. برنامج الصفحة الدودة هتلاقي في تشجيعات. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم موهبه في حدوته. النهارده زي ما احنا متعودين معانا موهبه جديده، معانا ضيف جديد، معانا حدوته جديده. قبل ما نبتدي مع بعض دلوقتي حابب اقول لكل اصحابي بيشوفوني في البيت، لو انت عندك موهبه وحابب تكون معانا في البرنامج، كل اللي انت هتعمله هتكلمنا على صفحه البرنامج على الفيسبوك برنامج موهبه في حدوته، وهتقول لنا موهبتك وهتسيب لنا اسمك عنوانك رقم تليفونك وحد من فريق الاعداد هيكلمك وتكون معايا في البرنامج. تقدروا تتابعونا على تردد البرنامج الجديد او تردد قناه الطريق 11641 افقي على النايل سات. النهارده معانا حد صوته حلو، معانا الموهبه الجميله جدا جرجس. ازيك يا جرجس؟ تمام الحمد لله. جرجس، احنا حابين نعرف يعني اصحابنا حابين يعرفوا اسمك، سنك، بتروح كنيسه ايه؟ جرجس ممدوح، 16 سنه. تمام. بروح كنيسه العذراء الاباصيري. العذراء الاباصيري. جرجس، احكي لي اول مره تعرف ان صوتك حلو كانت امتى؟ في ابتدائي لما كنت في كورال الكنيسة في اختبارات الصوت. تمام. المس سمع الصوت وكده. كويس خالص. أول حد قال لك صوتك حلو كان مين؟ كانت هي كانت المس بتاعتك؟ حلو خالص. التشجيع جه ازاي؟ يعني بابا وماما، نبتدي من البيت، بابا وماما عرفوا صوتك حلو قالوا لك ايه؟ عملوا ايه؟ احكي لي. كانوا بيحاولوا يخلوني أواظب على الكورال وبيحاولوا يشوفوا لي أنشطة تانية. كويس. كان بابا بياخدك يقول لك روح الكورال في صوتك حلو قول سولو، كان بيدربك يسمعك مزيكا ولا ما؟ لا، ما كانش بيسمعني مزيكا. ما كانش بيسمعك مزيكا. طيب بص، نبتدي دلوقتي، يعني اصحابي في البيت اكيد عايزين يسمعوا صوتك. حابب تقول ترنيمه ايه؟ فين المعنى في حياتي. طيب تمام اوكي، هنقولها في مزيكا ولا تقولها لايف؟ لا لايف. لايف اوكي اتفضل. فين المعنى في حياتي، تهت ووقفت ساعاتي، انا خايف، ايوه خايف من اللي جاي. تهت في دايره غريبه، في وهم ومش حقيقه، مش عارف انا ميت ولا حي. عايز ارجع يا ربي، القى ماضي منسي. عايز ارجع يا ربي، القى ماضي منسي. ارجع وتهدى نفسي وانول غفران من غيرك، يملى قلبي من غيرك، يطمني وترديني يا ربي للأمان. عايز أرجع يا ربي، ألقى ماضي منسي. عايز أرجع يا ربي، ألقى ماضي منسي. أرجع وتهدى نفسي وانول غفران من غيرك، يملى قلبي من غيرك، يطمني
وتردني يا ربي للأمان. سامحني لو رفضتك أو في مرة عنتك، أنا عقلي يا رب غارق في الخطية. قولي لسه بحبك وعلى كفي ناقشتك، مش ممكن أبعد عنك للأبد. سامحني لو رفضتك أو في مرة عنتك، أنا عقلي يا رب غارق في الخطية. قولي لسه بحبك وعلى كفي ناقشتك، مش ممكن أبعد عنك للأبد. عايز أرجع يا ربي ألقى ماضي منسي، عايز أرجع يا ربي ألقى ماضي منسي، أرجع وتهدى نفسي وأنول غفران من غيرك يملأ قلبي، من غيرك يطمني وترديني يا ربي للأمان. حلو أوي، يعني صوتك بجد فيه حاجة كده مميزة يعني. جرجس، يعني انت حابب تسمع مين من المرنمين الكبار بتوعنا؟ عادي، انا عايز ابقى حد صغير كده يعني. حد ايه؟ صغير كده، مش يعني مش لازم ابقى معروف يعني. كويس، مين بتحب تسمعه؟ مين بتحب تقول انا نفسي اكون زيه في يوم من الايام؟ هايدي منتصر. هايدي منتصر، يعني ايه بيشدك في ترنيم هايدي؟ كلام، لحن، صوت؟ الالحان والكلام يعني. كلام صح؟ في ترنيمة معينة شدتك خلتك تحس ان بتقول لك انا يعني الترنيمة دي بتقول لك دي ليك جرجس؟ لا، انا في ترنيمة بحب اسمعها، خارج اسوارك يا اورشليم. حلو خالص. ايه حسسك ان الترنيمة دي حلوة جدا؟ ايه اللي شدك في الترنيمة؟ مزيكا هي بتقولها بصوت تحفة، حلوة يعني، كلماتها حلوة. صح، برافو. جرجس، طب انت في اكيد ليك مستقبل، حابب تعرف يعني انت حاطط خطه في حياتك، نفسك تكون حاجه كويسه في يوم من الايام، خطتك دراسيا انت في التعليم بتاعك نفسك تكون ايه في يوم من الايام؟ مدرس. مدرس؟ اشمعنى مدرس؟ عايز ابقى مدرس عشان تقدر تفيد الناس مثلا، تخلي جيل يطلع في تعليم كويس. اكيد في هدف، في رؤيه صح؟ طبعا. زي ما انت بترنم عشان رؤيه. طبعا. صح؟ ايوه. طيب، حط رؤيتك وحط هدفك في حياتك، حط لترنيمك وخدمتك لربنا هدف، وحط لحياتك الخاصه هدف، وطبعا حياتك العمليه، حياتك في البيت مع اصحابك، كل حاجه ليها هدف. انت بتقدم رساله في كل حاجه انت بتعملها، صح كده؟ صح. في اله موسيقيه بتحبها بتحب تسمعها في ترانيم؟ الاورج. الاورج، كويس. في كمانجا، في جيتار، في ناي، ليه الاورج بالذات؟ يمكن ده عشان من وانا في الكورال شغال على طول معاه، فبحب. حلو خالص. دلوقتي احنا مفروض يعني في ضيف جاي مخصوص عشان جورج، عشان جرجس جاي النهارده، بيقول لك انا معاك وانا واقف جنبك، كمان بيقول لك انا كنت في يوم الايام في سنك وتعبت لغايه ما وصلت اللي انا فيه. دلوقتي مع بعض هنطلع فاصل وهنرجع مره تانية نشوف مين الضيف اللي معانا. استنوا. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، ومعنا دلوقتي الموهبة، ومعنا دلوقتي الضيف، معنا النهاردة ضيفتنا المرنمة إنجي سمير. ازيك يا إنجي؟ ازيك يا سمير؟ طبعا منور البرنامج. معنا النهاردة الموهبة الجميلة جرجس، سمعت صوته طبعا. طبعا. أول حاجة عايز أعرف يعني نبتدي كده بحاجة بسيطة، إنجي بداية حياتك كانت عاملة ازاي؟ أنا ابتديت من وأنا مثلا في كيجي، دخلت الكورال، كنت بحب الكورال جدا وكنت بروح على طول، كنتش يعني مثلا تعبت ولا حاجه، لا بروح حتى في تعبي وكده، بحب الكورال جدا يعني. بس فضلت فيه لحد دلوقتي.
وفضلت واحده واحده اتعرف على ناس وناس تعرفني على ناس لحد ما وصلت لحد جميل دلوقتي. جرجس في كورال برضو وتقريبا بيقول صوته حلو جدا. انا سمعت صوته لسه حالا دلوقتي حاجه حلوه خالص. عايز اديله رساله من خلالك ان انت لغايه دلوقتي بتقولي في كورالات وعامله ترانيم خاصه بيكي. فمهما كبرتي ما ينفعش اسيب الكورال، لان هو ده بالنسبه لي تدريب عشان صوتي ما يتعبش واجي في لحظه ما الاقيش صوت موجود. الصوت بيحتاج صنفره، عارف الموضوع ده؟ والاكتر انج تقول لك على تحكي لك اكتر موضوع الصنفره ده. لما صنفر صوتي كتير واقول كتير جدا بلاقي صوتي بيتفتح اكتر، صح؟ انج طيب انا عايز اعرف يعني اوجه كلمه لجرجس. جرجس انا عارفاه، حد صوته حلو جدا، وانا مؤمنه بيه قوي ان هو بعد كده هيبقى حد كويس. لازم يتدرب كتير على صوته لان هو محتاج ده، وان شاء الله هيبقى في المستقبل حاجه كويسه جدا انا واثقه يعني. كويس خالص. يعني هو دلوقتي الرساله بتاعتك ان هو يتدرب ما يوقفش خالص، صح كده؟ طب يعني ممكن في سن ايه ان هو يقدر يبتدي يعمل ترنيمه خاصه بيه عشان يقدر ينزلها والناس تسمعها، رسالته توصل للناس من خلال صوته؟ انت عارف ان الترنيم رساله. هو مش محتاج سن يعني، هو لو حد دلوقتي يعني لو حد خده وعمل له حاجه تبقى حلوه يعني، لان كل واحد محتاج ده في مش 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 لازم سن، محتاج في اي وقت محتاج ده. لما يكون صوتي كويس خلاص ابقى اعمل حاجه دي يعني. يسعى ممكن يدرس كمان من دلوقتي، يدرس مزيكا برضه، صح؟ طب جرجس انت في حاجه حابب تسالها انجي؟ مفيش اي حاجه؟ مش عايز تعرف مثلا مين كان بيشجعها وهي صغيره؟ مين كان بيشجعك؟ انا من وانا صغيره اكيد الناس عارفين استاذي، كان استاذ عمانوئيل سعد. من وانا صغيره كان بيديني كويس، فحد معروف يعني، فهو ده كان استاذي. حلو، التشجيع جاي من استاذ ليها ابتدت تكبر. انا عايز دلوقتي يعني انجي طبعا الناس في البيت حابين يسمعوا صوتك، حابه تقول لنا ترنيمه تاني. ترنيمه اسمها ربنا موجود لمريان جورج. تمام. هي حاله يعني، بتتكلم عن حاله كده. في ناس كتير من همها بقت ملامح وشها متخربشه، ناس اتقاست تعبت، ناس بتوفر الايام بقت متخربشه، ومهملين ومركونين وشقيانين. في ناس كتير متهمشه وانزل في مرمدان رمسيس، دور في ركاب الاتوبيس هتلاقي منهم عيله متبعترة في كل الجهات، نسوا السلام وسط الزحام، ومنهم اللي اشتاق يموت علشان حس ان العمر رخيص. انتم غاليين على قلب الله، انتم غاليين مش نقطة في بحر ومنسيين. ربنا موجود واللي يعوزه يمسك في دي، واللي يرمي بأحماله عليه لازم يرتاح. ربنا موجود واللي يطلب منه يدي، بص على الديالك مبعني تلاقيها براح، ما كفايه دموع وكفايه هموم احزانك خليها بعيده، كل التنهيد ده ملوش لزوم، يلا هنفتح صفحه جديده. برافو، حلوه قوي. تاني بقى اصلا بتقولها مريان جورج. مريان جورج، صح اسم كده؟ ده كلمات الحانين ولا ما انتش عارفه؟ لا انا مش عارفه، بس انا ترنيمه كانت في برنامج فهي عاملاها للبرنامج فعجبتني جدا. حلو قوي. بتتكلم عن حاله كده، فعجبتني. حاله تحفه دلوقتي فعلا. في ناس كتير جدا محتاجه حد يتكلم عليهم. نفسي كمان السينما تتكلم عن الناس اللي محتاجه، الناس اللي موجوده مش باينه، مش واضحه في الوطن بتاعنا.
طبعا احنا دلوقتي يعني في اسئله كتير جدا عايز اسالها. اوكي بس الاول عايز اسال جرجس، حابب اقول له انت كصوت يعني انت حابب يعني الفتره الجايه تكون زي انجي مثلا في الكورال بتاعها، تروح تحضر تتعلم كتير منها، ولا انت مكتفي بذاتك وعايز تبقى انا لوحدي بس؟ لا طبعا مستنجي حد معروف يعني. تمام. ليه ما تقولش ان انا لوحدي وانا عايز ابقى مع نفسي ومش عايز حد يساعدني؟ ده اسلوب غلط صح؟ ساعات يعني ممكن اللي يساعدني ده بعدين، بس هل هو على طول هيفضل يساعدني؟ ما صح؟ بس ما ينفعش اقول انا لوحدي مش عايز حد يساعدني، لان كل الناس بتحتاج مساعده صح؟ انا حابب دلوقتي اوصل رساله لاصحابي، لو انت في حد قدامك او جنبك او جيرانك او في كنيستك او في بيتك بيساعدك فخليك معاه، لكن لو هيضرك حتى لو 2% 3% بلاش منه. لأضعف الامور خليك انت كيانك لكن بمساعده الاخرين، يعني انا موجود لكن حواليا ناس بتشجعني. طبعا انا دلوقتي يعني عايز اسمع كمان جرجس في ترنيمه. جرجس انت حابب تقول لنا ايه؟ انا اقول ترنيمه زي العصفور. زي العصفور. اوكي اتفضل. زي العصفور ما وجد بيته، زي اليمامة الفرحانة بيتك يا رب انا حبيته، بيتك حبيته بأمانة، بيتك صلاة وتهيل الجموع، بيتك محبة ونور وسلام زي ما حبيت بيتك يا يسوع، حبيتك انت مدى الايام. مش فاكرها كلها مش مشكله، بس اهم حاجه احنا يعني بنسمع اصحابنا في البيت صوتك، بنسمع مسنجي صوتك. كصوت بجد يعني انا شايف مستقبلها هيبقى حلو. انا نفسي اسمع حاجه منك تانية بس للاسف وقت البرنامج بتاعي تمام، لكن في طبعا يعني اكيد هنتقابل تاني وهنقعد مع بعض تاني وهنتكلم كتير جدا، لكن دلوقتي سيبونا نطلع فاصل ونرجع مع بعض ونسمع الحدوته. استنى ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين بعد الفاصل، وجينا لاخر فقره في برنامجنا فقره الحدوته. دلوقتي احنا بنتكلم دلوقتي النهارده عن شخص كاهن اسمه ابونا ميخائيل. ابونا ميخائيل كان موجود في بلد معينه من البلاد وقابله واحد فبيقول له عارف يا ميخائيل افندي، انت شخص حلو خالص، انت حد كده فيك حاجات حلوه كتير، انت بتخدم وبتساعد الناس المحتاجه، ولو لقيت حد كبير في السن تمسك بيده تعديه الشارع، لو لقيت حد محتاج فلوس بتديله، انت حد بركه حد طيب. بس عارف يا ميخائيل افندي المشكله والعيب الوحيد اللي فيك عارف ايه هو ايه؟ فميخائيل افندي وابونا ميخائيل انه كان بيقول له زمان يا ميخائيل افندي الناس اللي غير مسيحيين، فقال له ايه العيب اللي فيك؟ قال له عيبك الوحيد انك مسيحي. فابونا ميخائيل استغرب قال له لا ده عشان كل الحاجات الحلوه اللي انا بعملها يعني بعملها عشان انا مسيحي مش عشان عيب فيا. فاحنا كمان يعني خلي المسيح يبان فيك، خلي كل حاجه بتعملها تبان، انت صوتك حلو خلي المسيح يبقى هو هدفك، خلي كلمتك وترانيمك توصل للناس عشان المسيح اللي فيك مش عشان انت عايز تبقى حاجه حلوه. حابب تبقى مذيع، حابب تبقى قاعد في مكان زي ده بتتكلم وبتتكلم مع ناس وبتوجه رساله للناس، خلي رسالتك هي المسيح، خلي رسالتك التشجيع، خلي رسالتك ان انت بتقول يا جماعه في حاجات حلوه كتير ومش واخدين بالنا منها، زي ما في مواهب كتير دلوقتي واحنا مش واخدين بالنا منها. حابب توصل رساله كمان تقول انا يا جماعه مسيحي وبوصل لكل الناس عن طريق تمثيلي ان انا مسيحي، بقول يا جماعه المسيح عمل كذا وكذا وكذا. يعني احنا عرفنا قصص ناس كتير جدا عن طريق التمثيل، وعرفنا قصص ناس كتير جدا عن طريق الترانيم. زمان ايام الشريط الكاسيت كنا بنسمع قصص القديسين وقصص الانبياء وحاجات كده واحنا صغيرين، وكنا بنفرح بيها قبل الفيديو والحاجات دي. فدي رساله حيه، واحنا بنعمل كده عشان المسيح اللي فينا. فميخائيل افندي او هنا ميخائيل كان بيعمل كل الحاجات الحلوه دي عشان خاطر هو مسيحي، فانت كمان خليك مسيحي، خليك مسيحي، خليك مش بالاسم خليك بالفعل. النهارده انا نفسي احكي قصص كتير واحكي حاجات كتيره، بس طبعا احنا في حلقه تانية هنتقابل فيها مع بعض،
وان شاء الله الاسبوع اللي جاي هنتقابل مع ضيف جديد، مع موهبه جديده، مع حدوته جديده في برنامجكم موهبه في حدوته. مش محدود.